طيب عايز ابتدي بقى معاك من الاول خالص، من اول التشكيله بتاعت منتخب مصر، وتقول لي كان ايه الافضل لينا كبدايه، وهل احنا فعلا اتعطلنا بالشكل اللي احنا ابتدينا بيه ولا لا؟ احنا ابتدينا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، واثنين في القلب ياسين والونش، ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، وناحيه الشمال فتوح حمدي فتحي والسوليه وزيزو مصطفى حسين فيصل ومصطفى فتحي وراس الحربه مروان حمدي. ده كان التشكيله اللي احنا اعتمدنا عليها. لا التشكيل مقنع يعني، ما فيهوش مشكله في ظل الغيابات الكبيره اللي موجوده. انا بس تكه فنيه واحده، زيزو يروح ناحيه اليمين عشان يبقى على عدلته، لان هو على طول في نادي الزمالك يلعب يا اما جناح يا اما باك رايت يا اما في الجنب اليمين. جنب اليمين في الجنب الشمال بيتحرك، فبيروح على الطرف وبيضم لجوه، عكس شغله اللي هو كان شوط تاني خالص. فدي نقطه. نقطه قناعته بمروان حمدي في الاخر يعني هي وجهات نظر. انا شايف مثلا ان شريف كراس حربه يبقى متحرك اكتر. طيب انا يعني دايما بحب اتكلم في الكره وفي في الفنيات، ما بحبش اخد الاتجاه بتاع طالما انه في موجه سائده نمشي معاها. فانا بستغل وجودك معايا يا كابتن وليد. ايه اللي الراجل شايفه في مروان حمدي وبالتالي هو مصر عليه؟ ما هو اكيد في حاجه معينه هو عايزها من مروان بيأديها له احنا مش شايفينها. لا هو الراجل مروان حمدي راس حربه، وراس حربه كويس متميز، وتقدر تلعب معاه كوره، كورته كويسه جدا لما بينزل بيحضر. كان في ميس باس كتير النهارده. معلش في الاخر انت برضو الراجل عايز يديله، ما انت برضو بص، هو ما ينفعش مثلا ان انا اخد لعيب معايا حطيته في مباراه ما اداش بشكل كويس اقول له اتفضل روح. مش كده، ما هي الكوره مش كده. هو الراجل ده خلاص دي الاوراق اللي اختارها. الراجل عنده قناعه كبيره جدا بمروان انه يلعب في المكان ده. ما تنساش ان احنا برضو فاقدين في المكان ده عناصر كتير. النهارده مصطفى محمد واحد من احسن رؤوس حربه اللي موجوده في افريقيا. تحقيق. احمد ياسر ريان ماشي بشكل كويس جدا. تحقيق. احمد حسن كوكا طبعا نجمنا المحترف. فالفكره ان انت خلاص عندك عدد كبير. هو مقتنع 100% بمروان حمدي. اللي صعب بقى انه يقتنع بشريف ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. الكلام ده يعني ده صعب جدا، لان انت عندك اوراق كتير جدا احسن من شريف على الجنبين. فانت وارد انك تقتنع بمروان حمدي كراس حربه، وده حقه يعني. مروان النهارده كابتن وليد، لو احنا دلوقتي بكره هنلعب بطوله الامم الافريقيه، هياخد شريف يلعبه على الجناح، وهيبقى عنده تريزيجيه وعنده مرموش وعنده صلاح وعنده كل الناس دي. برافو عليك. يبقى انا احسن اجرب احمد رفعت او احسن اجيب حد اجربه في المكان ده. ده اولى لي انا، لان زي ما انت بتقول في مباراه رسميه كبيره في كاس امم افريقيا، تصفيات كاس العالم، مش هجيب محمد شريف العبه جناح كجناح يمين او شمال، ولاعب مروان حمدي كراس حربه، لان اوريدي انا عندي رفاهيه زي ما انت بتقول. تريزيجيه موجود، رمضان صبحي موجود، مرموش موجود، رفعت جاهز، رفعت موجود. لا ده في كتير. ابراهيم عادل موجود. لا ده في 7 8 يعني موجودين. كهربا لو فاق، طار محمد طاهر، يعني في عدد من اللعيبه اللي تقدر تلعب المكان ده مستريح. انت في الاخر عشان احنا واحنا واقفين قلنا نقطه مهمه جدا. انت في امم افريقيا القائمه بتبقى 23 اسم. صحيح. يعني ان ما كانتش هيعملوها المره دي ممكن يوصلوها ل 30، بس نفترض انها قائمه رسميه 23 اسم. 23 اسم دول 3 حراس مرمى وكل مركز فيه 2 بس. فانت يعني خاوت نفسك ليه؟ انت لو رحت ناحيه الشمال تريزيجيه ومرموش وشكرا، وشكرا على رمضان وشكرا على ابراهيم وشكرا. ما تقتلش جوانا الطموح. انا بقول الكلام اللي انت بتقوله ده مهم. لا اصل الناس الناس فاكره ان كل اللعيبه هتروح. ما طب هناخد قائمه 50. صحيح. وانت يعني حتى في الراس حربه نفسه، حتى في الجناح اليمين محمد صلاح خلاص حاجز. عايز ورقه واحده. يا زيزو اقنع خلاص وانتهينا وخلص على كده. وخلص على كده. الباك رايت، الباك ليفت، السردباكات، الديفندرات مثلا، كل اللعيبه اللي رايحه هايله ومتالقه. يعني مروان داوود النهارده بيأدي بشكل كويس. طبعا. في الشويه اللي نزلوا، لكن في الاخر انت هتروح كاس امم افريقيا، هتروح علشان تاخد عناصر صغيره تبني فرقه؟ لا. ولا هتروح علشان تاخد خبرات تنقذك في كاس امم افريقيا؟ هتروح للخبرات، يبقى فتوح وعبد الشافي خلص. او فتوح ومحمد حمدي ناحيه الشمال. هتروح الناحيه الثانيه هتلاقي اكرم توفيق نمره واحد،
نمره اتنين ممكن يكون احمد فتحي، احمد توفيق، محمد هاني، لكن مش هتبقى صعب انك تروح لعمر كمال عبد الواحد اللي هو انها تجربه جديده، انه بيلعب مش في مركزه، ان الراجل فانا رايي ان انت هتروح كاس امم بانهي ثقافه، لكن كل اللعيبه اللي هناك بيقاتلوا وبيكافحوا. وعايز اقول لك ان الروح يا ابراهيم هي اللي موصلنا لغايه المرحله دي، وان شاء الله باذن الله هي اللي هتجيب لنا البطوله.